أهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة إلاف ومقال للكاتب سليمان الكبيسي تحت عنوان سر الدعم الغربي لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء في العراق. فيبدو واضحا أن الحكومات الغربية أعطت الضوء الأخضر للإطار التنسيقي المقرب من إيران بتشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف محمد الشيع السوداني بذلك، وهو مرشح الإطار، ويظهر ذلك من خلال رسائل التهنئة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، فضلا عن اللاعب الأكبر في المعادلة العراقية وهو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عبرت سفيرتها في بغداد عن ترحيبها الكبير بتكليف محمد الشيع السوداني، وأعلنت أنهم سيقدمون الدعم الكبير له لإنجاح مهمته. حكومة بايدن والحزب الديمقراطي ليسا مشابهين لحكومة ترامب والجمهوريين، فسياسة ترامب بخصوص العراق تختلف عن سابقيه، فهو أقل اهتماما وتوجها صوب العراق، ولهذا لم تمانع السياسة الأمريكية الحالية من تولي مرشح الإطار التنسيقي القريب من طهران بمهمة تشكيل الحكومة العراقية. العراق مصدر أساس من مصادر الطاقة العالمية، وعليه يجب أن يستقر قبل وصول الشتاء الأقصى على الدول الغربية، ولهذا هم لا مانع لديهم على السودان أو غيره ما دام سيشكل حكومة مستقرة نسبيا تحقق جزءا من مطالب الشعب العراقي، حتى ينعمون هم باستقرار أيضا في دولهم. إن التدافع الغربي على دعم السودان يظهر تناقضا كبيرا في سياساتهم، وخاصة أن إحاطة المبعوثة الأممية في العراق السيدة جينين بلاسخارد قد شيطنت النظام السياسي العراقي، وأكدت أنه نظام يعمل ضد مصالح شعبه، وبالتالي هذا الدعم الغربي يناقض ما جاء في الإحاطة. وفي ذات الوقت قد يبدو لنا أن الغرب وبالتحديد أمريكا قد تنازلت عن العراق لصالح إيران التي احتفلت بتحقيق الانتصار في معركة العراق سياسيا، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن طهران حاولت عدم فرض مرشح قريب منها بشكل مباشر، ولكن الإطار التنسيقي اتخذ خطوات جعلت طهران تسيطر على العراق في الفترة المقبلة دون أن تقوم طهران بجهد كبير لذلك. يقول الكاتب فراس ناجي في صحيفة المدى: يمكن اعتبار سرقة 2.5 مليار دولار أمريكي بصورة مكشوفة من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب في الدولة العراقية، يمكن اعتباره أوضح دليل على الموت السريري لمؤسسات الدولة وإخفاقها في إدارة شؤونها المالية وفق القوانين والصلاحيات والضوابط التي حددها نظام المحاصصة والتوافقية. كذلك تشير هذه السرقة إلى ضعف بنيوي في العمل الرقابي المالي، مما يتيح ليس حدوث مثل هذه السرقات فحسب لمبالغ طائلة من المال العام، وإنما أيضا لتمييع تحديد المسؤولية عن هذه السرقات والتغطية على غيرها، مما يؤدي إلى الهدر المتواصل لموارد الدولة وفرص التنمية للعراقيين. فالمبلغ المسروق لا يمثل هدرا لجزء كبير من موارد الدولة فحسب، وإنما هو أيضا فرصة ضائعة لحل مشكلات العراق الخدمية المزمنة. إن الأدهى من الموت السريري لمؤسسات الدولة وغياب الدور الرقابي الفاعل للإجراءات المالية لهذه المؤسسات هو تهرب السياسيين العراقيين من المسؤولية عن هذه السرقة عبر إصدار البيانات مدعومة بحبكة من المعلومات المضللة، فيما يقوم الزمن مع فضائح وأزمات أخرى أكبر بفعله السحري في محو الذاكرة الجمعية للمجتمع، بما يسمح بإعادة تصدير هؤلاء السياسيين إلى أدوار قيادية أخرى في المستقبل، أو على الأقل في الإفلات من العقاب والنجاة بما تم تحقيقه من إيرادات على حساب الشعب العراقي.
وبينما من حكم المؤكد أن مثل هذه الحكومة ستتغاضى عن ملفي الفساد والسلاح المنفلت وتركز جهدها على تحقيق إنجازات ولو محددة في ملفات الخدمات لكسب سكوت الجماهير المحبطة والساخطة، ينبغي لقوى التغيير التركيز على كشف فشل الحكومة الجديدة في هذين الملفين المهمين اللذين يمثلان الأساس الحقيقي لحل الأزمات المستعصية والمتفاقمة في الدولة العراقية. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتب عمر الخليفة بشأن أوجه غسل الأموال في العراق، ويشهد العراق انتشار غسيل الأموال بفظاعة. تقود الأحزاب والميليشيات التي حولت العراق إلى بؤرة لغسل الأموال، مما تسبب بحدوث اضطراب اقتصادي في المجالات كافة في العراق، هذا فضلا عن تكوين ممارك دموية تحرس بالسلاح المنفلت والمال المسروق الذي يغسل في مجالات متعددة على غير المعروف سابقا في العراق. فقد أضحى العراق بابا نشطا لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب غياب القانون والسلطة، هذا فضلا عن أن من يقود هذه الجريمة هم من يتبوؤون سدة الحكم من خلال أبواب معينة وأفراد يستغلون ويغرون بالمال ثم يتخلى عنهم فيما بعد أو يغتالون. عملية غسيل الأموال ساهمت بشكل كبير في التضخم، الاقتصاد الأسود الذي التهم الاقتصاد الوطني وخلق صراعات دموية تقودها الأحزاب والميليشيات التي استغلت انفلات الوضع وغياب القانون لتمارس عملياتها الإجرامية بشكل كبير، فضلاً عن أن عمليات غسيل الأموال تشترك فيها دول خارجية ومصارف دولية استغلت وضع انعدام السيادة لتستخدم العراق كمحطة لممارسة عمليات غسيل الأموال التي تجري بشكل مكثف مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في العراق الذي أصبح من بين البلدان الأكثر ممارسة لعمليات غسيل الأموال الداخلية وحتى الخارجية. ويأتي القرار الدولي برفع العراق عن القائمة السوداء لغسيل الأموال كتغطية دولية متعمدة عما يحصل من جرائم غسيل الأموال التي تسببت في تفاقم أزمات مركبة ستؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد العراقي على وقع الضربات الموجعة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. إن جرائم غسيل الأموال لم يكن العراق يعهدها من قبل، بل هي إحدى الإفرازات التي طرأت على الوضع العراقي بعد عام 2003. علقت مجلة إيكونوميست في عددها الأخير أن التغيير في إيران قد يعيد تشكيل الشرق الأوسط من جديد، وأوضحت أن ذلك يمكن أن يضعف الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة أو يطلق العنان للصراع وموجة من اللاجئين. وهناك من يخشى في إيران من انتفاضة تدخل بلادهم في وضع فوضوي كسوريا، فهي دولة ممزقة فاشلة من الداخل، ليس فيها ديمقراطية أو حكم عسكري مستقر، ولو حدث هذا فوضع إيران وللمفارقة سينعكس من دولة مستقرة كانت تثير الفوضى في الخارج إلى دولة منهارة، وبدلا من توجيه الجماعات الوكيلة في المنطقة فستتحول إلى ساحة حرب بين القوى المختلفة وجماعاتها التي تنوب عنها. من الصعب التكهن كيف ستكون إيران لو انهار النظام، وأول سؤال طرح في الدوائر الخليجية هو عن أن الحكومة التي ستحل محل حكومة رجال الدين. ولو ظهر نظام عسكري بقيادة الحرس الثوري فسيواصل دعمه للجماعات الوكيلة بالمنطقة لأسباب استراتيجية إن لم تكن أيديولوجية، وفي المقابل فحكومة ديمقراطية تخلف الحكومة الدينية تعني تخفيف الطموحات الإيرانية بالمنطقة. وهتف بعض المتظاهرين شعارات مثل لا غزة ولا لبنان في تعبير عدائي لتضييع المليارات من الدولارات على الدكتاتوريين الشرسين والجماعات المسلحة. وحتى لو انهار نظام الآيات في إيران
فلن تنهار الجماعات المسلحة الموالية لهم بالمنطقة، وحتى لو انقطع عن رعاته الإيرانيين سيظل حزب الله الأقوى الأبرز، وسيواصل عمله معتمداً على أنصاره الأثرياء والتجارة غير المشروعة. وفي العراق عادة ما تتنافس الجماعات المسلحة الموالية لإيران مع بقية الجماعات الشيعية لا لأسباب أيديولوجية، ولكن من أجل السيطرة على موارد البلد النفطية. الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي يسلط الضوء على تصاعد العنف السياسي في أمريكا، فقد صدم الهجوم الوحشي الذي وقع يوم الجمعة على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي صدم الولايات المتحدة والكونغرس، وسحب أنظار الناس بعيداً عن انتخابات التجديد النصفي الوشيكة ولو لمدة وجيزة، ووضعها مباشرة على وباء العنف السياسي الذي تصاعد كثيراً في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وفقاً لموقع ذا هيل القريب من الكونغرس، فإن الخطر لا يستهدف الديمقراطية أو الجمهورية فحسب، إنما وصل إلى حد ارتداء العديد من أعضاء مجالس المدارس سترات واقية في الاجتماعات العامة. بول بيلوسي هو مستثمر ثري في سان فرانسيسكو وهو وسيط مالي قوي، لكن المصادر أكدت أن الذي اقتحم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو كان يصرخ أين نانسي؟ أين نانسي؟ وضرب زوجها بمطرقة وفقا لرئيس شرطة سان فرانسيسكو. كان الهجوم الشرس هو الأحدث في سلسلة طويلة من حلقات العنف، بعض المشاجرات الجسدية وبعض التهديدات البعيدة التي استهدفت العديد من أعضاء الكونغرس وشخصيات حكومية أخرى، بدءا من قضاة المحكمة العليا الذين تورطوا في أحكام مثيرة للجدل، إلى أعضاء المجالس البلدية المحلية الذين تورطوا أيضاً في الحرب الثقافية. واستنتج الموقع أن الهجوم قد أضاف وقوداً جديداً للجدل المحتدم حول العواقب الواقعية للخطاب السياسي العنيف، وأثار تساؤلات جديدة حول المستويات الأمنية الحالية لأعضاء الكونغرس وعائلاتهم، وهما موضوعان حظيا باهتمام كبير منذ هجوم الغوغاء على مبنى الكابيتول الأمريكي في العام الماضي. حلفاء الرئيس السابق ترامب والذين هم أكثر استعداداً لوصف الديمقراطيين وخاصة بيلوسي بأنهم اشتراكيون يكرهون أمريكا، على حد تعبير أحد المشرعين الجمهوريين العازمين بشدة على تدمير تقاليد البلاد. هذه وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها.
أعمال وأرزاق، يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. تبدو الصحراء بالنسبة إلى سكان المدن مرتع لاكتشاف عالم آخر قد يتضمن رومانسية مشاهد غير مألوفة وسط مساحات الفراغ الممتدة على كيلومترات، ويتضمن أيضا أحاسيس مغامرات المشي الطويل أو القيادة فوق الكثبان الرملية التي لا يمكن اكتشاف ما بعدها. هم يعلمون أن هذه الصحارى المغلفة بالسكون والعزلة تمثل مقر دائمة لسكان مثلهم قد ينتمون إلى قبائل دأبت منذ عهود طويلة على الوجود والتنقل في هذه البقع الخالية. وتذكر صحيفة العربي الجديد في تقريرها: لكن ماذا لو تحولت هذه الصحارى البعيدة عن أفكار كثيرين إلى عالم المستقبل المفروض على الإنسان في ظل انجرار الطبيعة إلى واقع الجفاف الكبير مع شح المياه أكثر وأكثر في العالم؟ من الضروري زيادة المعرفة بسكان الصحراء المتجذرين على معرفة أساليب العيش مع طبيعة غير اعتيادية، هي قاسية بالتأكيد لكنها تترافق أحيانا مع مظاهر سعادة لا يمكن أن يفهمها كثيرون في هذا العالم. نظم في الكويت معرض للسيارات الكلاسيكية التقليدية والقديمة، جذب هذا المعرض مئات الزائرين وذلك في مارينا كريسنت في منطقة السالمية بمدينة الكويت. من بين السيارات التي عرضت سيارة رولز رويس تعود لعام 52 و900 ألف، هذا فضلا عن سيارة فورد وتعود لعام 31 و900 ألف. الآن نتابع هذا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوترات بين الكوريتين بالتزامن مع إجراء مناورات عسكرية والقيام بتجارب صاروخية. يحبس العالم اليوم أنفاسه خشية وقوع حرب جديدة بين الجيش الكوري الجنوبي المصنف بالمرتبة السادسة بقائمة أقوى الجيوش حول العالم، وبين نظيره الكوري الشمالي الذي يحتل المركز 25 بحسب موقع جلوبال فاير. أي ضربة أمريكية محدودة لمساندة حليفتها الجنوبية ستدفع كوريا الشمالية إلى استخدام الأسلحة النووية وفقا لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، كما أن الحرب بين الكوريتين ستؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية وسيستغرق إعادة بناء الاقتصاد بعدها أكثر من 10 سنوات بحسب مؤسسة AHS ماركت. إنها حرب حديثة وسريعة ضد خصم يمتلك أسلحة نووية وكيميائية، ولن تكون وبأي حال من الأحوال كسابقتها وفقا لمجلة ناشونال انتريست الأمريكية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم في صدى الأقلام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.